السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ده سيدنا. الحمد لله بارك الله فيك. نعم. مش هخش فضل الله عنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. والله يا سيدنا كان زوجتي كان عليها كانت حامل وكده وكان في صيام عليها في رمضان فما صامتوش الكلام ده السنة اللي فاتت. الحامل التي تركت الصيام ودخل عليها رمضان آخر عليها الإعادة فقط فيما يشهد له الدليل. نعم قد قال الجمهور أن عليها الإعادة مع إطعام مسكين مع كل يوم، ولكني لا أعلم مستندا للجمع بين الصيام والإطعام في هذه الحال. فعلى كل حال الذي أختاره من أقوال العلماء والفقهاء أن عليها الإعادة فقط وإن دخل عليها رمضان آخر، والله أعلم. السلام عليكم.